السلام عليكم. هاي المحاضرة تعتبر مقدمة للموضوع، إنه سبق وأنا أرسلت ملفين، أحدهم يتكلم عن موضوع Almost Everywhere. يعني من واحد يتابع Almost Everywhere راح يشوف كلمة Measurable Set، Set of Measure Zero، يلقاها موجودة. وأيضا الموضوع الثاني اللي هو L Infinity Space، اللي هو يكون معرف عبارة عن Supremum Except of set of measure zero، هم راح يرجع ويعرف المجر زيرو ينطي مفهوم. فيحتاج طالب يعرف شنو معروف مفهوم المجربل سيتس. كتبت أنا تقريبا صفحة ونص أوضح بيها هذا الموضوع. المجربل سيتس يعني هي المجاميع القابلة للقياس، يعني إلها سايز، هذا المقصود بها. المجربل يعتبر قياس. هناك مقدمة the concept المقصود بها مفهوم. The concept of measurable sets is very important in studying يعني في دراسة the notion مفهوم of integration، يعني هو إلى علاقة بالintegration بالتكامل. Especially يعني مقصود بها على وجه الخصوص the notion يعني مقصود بها notion مقصود بها مفهوم أو مضمون of Lebesgue integral تكامل Lebesgue that generalize الذي يعمم الذي يعتبر تعميم المقصود يعني لبيك هو يعتبر تعميم إلى ريمان انتجرال إلى تكامل ريمان اللي طالب درسه بالموضوع 332 وأيضا تكامل ريمان هو اللي درسه بالكالكولس اللي يحسب المساحة تحت منحني المفهوم العام. Intuitively the measure of a set يعني تأخذ مجموعة أوميجا هي جزئية من الأرين، شو المقصود بالمجر مالته أو شو المفهوم is هو it is يعني يمثل هو length هو طول إذا كانت المجموعة جزئية بالR واحد، يعني المجموعة إذا كانت جزئية من الR فعبارة عن قطع مستقيم قطعة مستقيم أو اتحاد قطع مستقيم فهذا يحسب الطول. إذا كانت المجموعة جزئية من R تربيع بالR اثنين يعني بالdimension 2 يمثل مساحة مجموعة. إذا كانت المجموعة جزئية من R ثلاثة يمثل الحجم يعني the volume of إذا كانت المجموعة جزئية من R ثلاثة أو بالأعم يعني بالRN هو يعتبر يعني a suitable generalization if n أكبر من الثلاثة. يعني بالمفهوم العام المجر هو عبارة عن السايز للمجموعة، وكل المجاميع اللي يدرسها في هذا الموضوع هي قابلة للقياس يعني إلها يعني نسميها measurable set. حتى لو كان المجر ما لا يساوي صفر، حتى لو كان المجر يساوي ما لا نهاية، أحد الأمثلة أن المجر يساوي ما لا نهاية ومعناها ما لها مجر، لا إلها مجر والمجر يساوي ما لا نهاية. المجر طالما هو عبارة عن سايز فما ممكن يكون بالسالب، دائما صفر أو عدد موجب أو ما لا نهاية. Now examples and remarks يعني هي أمثلة وملاحظات. هسه تأخذ هنا هذا طبعا رمز المجر الـ MEAS كرمز، أو لربما أنا رمز لبحد المحاضرات برمز أوميجا حسب الرمز اللي موجود أو ميو أو سيجما أي رمز. أنا هذا أقصد به رمز مختصر من المجربة يعني بس هذا الحروف الأربعة الأولى. لو كان فترة مغلقة أي وبي هاي جزئية من الآري مثل طول الفترة، هذا مفهوم الطول، هذا مثل مفهوم الطول إنه هاي الأي بي يعني هي مجموعة جزئية من الآر واحد من دايمنشن واحد، فالطول مال الفترة يمثل بي ناقص أي. حتى لو كانت فترة مفتوحة ما تأثر مثل الطول مالها يصير بي ناقص أي. حتى لو كانت فترة شو يعني مغلقة من جانب ومفتوحة من جانب، يعني لو كانت مغلقة من الأي ومفتوحة من البي هم نفس الحالة يمثل الطول يعني the length of the interval. فترة من صفر للما لا نهاية طول مالتها يمثل ما لا نهاية. حتى لو كانت فترة من الواحد للما لا نهاية أيضا طول مالها ما لا نهاية، فهي تعتبر مجموعة قابلة للقياس. هاي كملاحظة every countable set كل مجموعة معدودة has measure zero، كل مجموعة معدودة المجر مالها يكون صفر. ولازم الطالب هنا من نهاية الملاحظة لازم يعرف شنو المقصود بالكاونتبل ست، يراجع شنو معروف تعريف الكاونتبل ست اللي درسها يعني درسها بال 103 او بال 104 حتى بال 330. يعني الكاونتبل ست اللي هي ممكن ارقم عناصرها بمجموعة الاعداد الطبيعية او ممكن كتابتها على شكل متسلسلة، الطالب يفترض يعرف التعريف مالتها يعني اكو تقابل بينها وبين مجموعة الاعداد الطبيعية. That is if omega is countable لأن المجر مال أوميجا يساوي صفر، كل مجموعة معدودة المجر مالها يساوي صفر. مثلا مجموعة الأعداد النسبية هاي كيو المجر هنا يعني منطي أي
كمثال على ملاحظة رقم 3، الكيو هي مجموعة الأعداد النسبية، طالما هي countable فالمجر مالها يساوي صفر. كل مجموعة منتهية هي تعتبر countable، يساوي 1 2 كمجموعة مجموعة منتهية، يعني أعداد 1 2 أعداد مجموعة منتهية فالمجر مالها يساوي صفر إنها مجموعة countable. 4 تعتبر كملاحظة، if A and B be two measurable sets يعني مجموعتين، يعني المجر مال الاتحاد مالتهم يكون أقل أو يساوي من مجر المجموعة الأولى زائد مجر المجموعة الثانية. ليمتى تحصل المساواة بالاتحاد؟ إذا كان disjoint معنى التقاطع يساوي phi. disjoint مقصود به التقاطع مالها يساوي مجموعة خالية، يعني المجر مال أي اتحاد بي يساوي مجر الأي زائد مجر البي إذا كان disjoint. هنا يعني بصورة عامة يكون أقل أو يساوي. الملاحظة العفو مثال هنا يعتبر مثال رقم 6، المجر مالت الار مجموعة الأعداد الطبيعية العفو خط الأعداد مجموعة الأعداد الحقيقية ونفسه كتبناه شيء الخط الأعداد ار هو عبارة عن فترة مفتوحة من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، أجل الطول مالها يساوي ما لا نهاية، يعني هي هنا هو نفس الرمز هنا. 7 مجموعة الأعداد الغير نسبية هاي الكيو كومبلمنت يساوي ما لا نهاية، يعني هنا نعطيها مثل البرهان قاعد أوضحها. مين اجت؟ واحد يقول مجموعة الأعداد النسبية صفر، مجموعة الأعداد الغير نسبية ما لا نهاية، شلون صارت؟ نجي الآر مجموعة الأعداد الحقيقية آر أو خط الأعداد آر أو الفترة المفتوحة من سالب ما لا نهاية للما لا نهاية تمثل الآر هي عبارة عن اتحاد مجموعتين النسبية مع الغير النسبية. هسا صارت مجموعتين، هذني المجموعتين disjoint يعني التقاطع مالهم يساوي مجموعة خالية. أطبق الملاحظة رقم 5، طبق ملاحظة رقم 5، مجموعتين disjoint المجر مالتهم الاتحاد يساوي مجر الأولى زائد مجر الثانية. معنى هنا من أخذ المجر مالت الآر يساوي إنه الاتحاد يتحول إلى جمع مساواة لمجموعة التقاطع يساوي مجموعة خالية، يصير المجر مالت المجموعة الأعداد النسبية زائد المجر مجموعة الأعداد الغير نسبية. زين الآر أعرف أنا المجر مالها يساوي ما لا نهاية منه، مجموعة الأعداد النسبية countable صفر قبل شوي تطرقنا لها هنا هاي منه no countable، بقت مجموعة الأعداد الغير نسبية هسه لها كمعادلة ما لا نهاية يساوي صفر زائد المجر مالت الأعداد الغير نسبية، إذا مجموعة الأعداد المجر مال مجموعة الأعداد الغير نسبية يساوي ما لا نهاية منه. الثامن المجر مالت المجموعة الخالية تساوي صفر. تاسع كملاحظة، إذا كانت الأي مجموعة جزئية من البي فراح يكون المجر مالت الأي مجموعة جزئية من العفو أقل أو يساوي مجر الأي هو أقل أو يساوي من البي. هاي كل طبعا الأمثلة هنا كانت بالآر، كلها بالآر أخذناها. ممكن واحد يأخذ المثال على مجموعة جزئية من الآر تبعناها قرص، يأخذ قرص يعني الدائرة داخل الدائرة القرص إيش قدر المجر مالتها يساوي مساحة الدائرة يعني الباي بالآر تربيع، أو كرة يأخذ بالآر 3 يحسب الفوليوم مالتها وهكذا. هذا نعتبره مفهوم مبسط إلى المجر، وأتمنى يكون واضح. شكرا جزيلا.